ما ما نغيروا نقدروا نقدروا نديروا شي حملات باش نوعيوا الناس حملات اساسيه ولكن باش نغيروا راه الدوله هي اللي خصها تغير واش فهمتي خص يكون النظام خص يكون الامن خص يكون المراقبه خص يكون بزاف ديال الحوايج حتى بصح هادشي كيضر والله فريمون هادشي كيكسر بزاف هاد البلاد وكنتمنى ان شاء الله يكون خير من القدام بالنسبه للجرائم اللي وقع اللي ولات ولينا كنسمعوا هنا في المغرب ولات بزاف ويمكن المنتجين المغربيين يديروا افلام ولا مسلسلات لتوعي المجتمع المغربي على هذه الجرائم اللي ولينا كنشاهدوا كل نهار ماشي كل نهار في كل ثانيه ولينا كنشوفوا هذا قتل هذا هذه قتلت هذه هذا الشيء بزاف ولينا كنشاهدوا بزاف وكنتمنى من الله يعطيو بعد المسلسلات ولا بعد الافلام اللي وعيوا بهم الناس. بالنسبه لي تقدر تبدل شي 3% ولا 4% بعد الجرائم اللي كيكونوا هنا في المغرب. شكرا خولي، عاود لي الكنيه ديالك. خوله المعيزي. المعيزه نكتبها لك في الواتساب. الحق السينما خصها ترتبط بالمجتمع ديالنا، والان المجتمع كيعرف واحد التحولات كثيره. وعلى المستوى الامني يعني كاين واحد الامور كثيره كتوقع، احداث، وقائع، جرائم، هادشي كثر بزاف، وخص السينما المغربيه انها تناولو من جانب ديال النقد والجانب ديال انها ترفع من المستوى ديال المجتمع، المستوى الفرد في المجتمع، باش ما تبقاش من هاد التصرفات هذه، وهذا دور ديال السينما والدور ديال الفن اللي خصو انه يقوموا به، ماشي فقط نبقاو نحكيو حكايات اللي هي بسيطة ولا حكايات تاريخية، خصنا نسمعوا النبض ديال المجتمع، خصنا نبداو نشوفوا المجتمع ديالنا اشنو خاصو، شنو هما الظواهر اللي كتلازموا في هذا الوقت ولا اللي كتبان في هذا الوقت باش يمكن لنا نهضروا فيها، وكنظن بأنه تجارب هناك، كاينة تجارب ديال السينمائيين المغاربة اللي حاولوا يمشوا في هذا ال أنا كنحضر اليوم كيف ما كنحضر هذه دورات المهرجان الفيلم المرأة بسلا، لأنه من بين المهرجانات الحاضرة بقوة في الخريطة ديال مهرجانات المغرب، واللي عندها واحد المستوى اللي كيخلينا أنه نجيو كذلك واخا ماشي الأفلام ديال الرجال كنجيو نساندو النساء ونشوفوا الفيلم ديال المرأة. وكنجيبوا الطلبه بحكم انني استاذ بالمعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما، كنجيبوا الطلبه باش يستافدوا من الورشات ويستافدوا من الانشطه والافلام اللي كاينين هنا في المهرجان.